شجعنا وفرحنا كتير. بطولات إنجازات مشوار مليان أساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. بطولات إنجازات مشوار مليان أساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. زي ما قلت لحضراتكم في أول الحلقة، الحقيقة الواحد بيخاف ينام ويصحى يلاقي فيه بطولتين ثلاثة دخلوا الأهلي، ما يعني بلحقش يغطيهم. هو ده الحقيقة، النادي الأهلي يعني اللي واقفين معانا دول أبطال ونجوم فوق العادة، تحملوا ضغوط غير طبيعية، اشتغلوا وبنوا واشتغلوا على نفسهم، عملوا كل اللي ممكن يتعمل عشان هدف واحد، الهدف اللي احنا شايفينه ده، بطولة الدوري وبطولة بطولة افريقيا دوليا يعني محليا وافريقيا، احنا ملوك الصلاة في الكرة الطائرة. ونفس الكلام بالنسبة للسيدات. انا بشكر طبعا ضيوفي اللي منوريني، بشكر كابتن محمد مصلحي، بشكرك وبتمنى لك يا كابتن من كل قلبي التوفيق ومزيد من البطولات، لان الحقيقة حضرتك تستحق ده. والله انا فخور جدا بالجهاز واللعيبة، وفخور جدا ان انا انتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي. خالد كل التوفيق على رأس الجهاز الإداري للفريق، وبشكر طبعا كل اللاعبين، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة. شكرين. وهنستأذن حضراتكم إن شاء الله تابعونا برضو الأسبوع ده، هنحاول بشكل كبير برضو نكون معاهم ونكون قريبين حتى من فريق الرجال الكرة الطائرة، وأيضا ماتش السوبر تابعونا هنقول لكم هنعمل إيه إن شاء الله. بشكر ملوك الصراط للكرة الطائرة، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء تاني مع بطولة تانية مع ملوك الصراط. شكرا جزيلا لحضراتكم. خلاص اتشال.